بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنبتدي معاكم درس التغير رياضيات ثلاثة ريض 261 للمستوى الثاني العلوم التجارية وريض 808 للمستوى الثاني المسار الواحد نبتدي أول هدف بناخذ هدف واحد اللي هو أميز مسائل التغير الطردي والتغير العكسي وأحلها ناخذ اول شيء التغير الطردي ونشوف شنو معناته تتغير واي طرديا مع اكس اذا وجد عدد ك بحيث انه لا يساوي الصفر بحيث ان واي تساوي العدد الثابت في اكس يعني ك في اكس ويسمى العدد كي ثابت ثابت التغير التناسب اني ما نشوف مفهومه اللي هو نقدر نكتبه y 1 على اكس 1 يساوي واي 2 على اكس 2 اني الحين نشوف مثال على هذه النوع من انواع التغير التمرين يقول لي اذا كانت ار تتغير طرديا مع تي وكانت ار تساوي سالب 20 عندما تي تساوي 4 فاوجد قيمة R عندما تي تساوي سالب ستة آية احط القانون مدام قال لي R تتغير طرديا مع T فباي باكتب R1 على T1 يساوي R2 على T2 إني نعوض قال لي ان ار تساوي سالب 20 هي بعتبرها ار1 هذه المعطيات عندما تي تساوي 4 فتي1 تساوي 4 فطالب من عندي اوجدي قيمه ار2 عندما تي2 تساوي سالب 6 فاعوض عن تي2 بسالب 6 اي اسوي طرفين في وسطين بقول 4 في ار2 وسالب 6 في سالب 20 يصير عندي 4R2 تساوي 120. R2 تساوي 30 لأن قلت الأربعة في R2 بينهم ضرب، أوديها الطرف الثاني بالقسمة، فتصير عندي تساوي 30، وبذي الشكل خلصت من التمرين على التغير الطردي، اني نشوف النوع الثاني من التغير. التغير العكسي. تتغير Y تغيراً عكسياً مع X. اذا وجد عدد اللي هو K لا يساوي صفر بحيث ان واي لا تساوي صفر واكس لا تساوي صفر عندي اما اكتب اكس في واي يساوي العدد الثابت او اكتب واي تساوي كي على اكس بمعنى ان اكس 1 في واي 1 يساوي اكس 2 في واي 2 نستخدم التناسب ان نشوف الحين التمرين على هذا النوع من التغير إذا كانت Y تتغير تغيرا عكسيا مع X وكانت X تساوي 24 عندما Y تساوي 4 فأوجد قيمة X عندما Y تساوي 12 أي أكتب القانون اللي عندي باي باكتب X1 في Y1 يساوي X2 في Y2 هذه قانون التغير العكسي أي أعوض المعطيات اللي عطاني إياها عطاني X تساوي أربعة وعشرين أو Y تساوي أربعة فبقول أربعة في أربعة وعشرين وعندي X ويبدي قيمة X عندما Y تساوي اثنا عشر فبقول في X الترتيب ما يهم إذا حطيت في الطرف اليمين أو الطرف اليسار فأنا بقول اثنا عشر إكس ون يساوي أربعة في أربعة أضرب 24 في 4 فيطلع عندي 12 X1 يساوي 96 مدام بينهم ضرب الـ 12 والـ X1 آي آه أنقلها بالقسمة فيصير عندي X1 تساوي 8 وبذي الشكل أنا انتهيت من تمرين على التغير العكسي إني نشوف جزء ثاني بشكل ثاني إشلون أنا آي آه أطلع فيه أما التغير العكسي أو التغير الطردي نشوف مع بعض يقول لي أميز مسائل التغير الطردي والتغير العكسي وأحلها طبعا أنا خذيت مسألة على التغير الطردي ومسألة على التغير العكسي أي هني أشوف المسائل اللي عندي وأنا بروح أحدد من تغير طردي ومن تغير عكسي نشوف مع بعض حدد ما إذا كانت كل علاقة ممثلة في الجدول أدناه تمثل تغيرا طرديا أو عكسيا أو غير ذلك عطاني ثلاثة جداول بنينحل جدول جدول الجدول الأول عطاني قيم للإكس وقيم للواي أي أقول مدام أنا سألني في السؤال حدد إذا هو طردي أو عكسي بيا أول شيء الطردي أي عارف أن الثابت كي يساوي واي على إكس يعني بالقسمة فيجرب هل الثابت دائما يصير نفس الشيء ولا لا في الجدول أني نجرب باي باخذ 12 قسمة 4 بيطلع لي 3 24 على 8 يطلع لي 3 لاحظت ان الثابت متساوي حتى لو كملت وقلت 48 على 16 يطلع لي بعد 3 و96 على 32 بعد نفس الشيء بيطلع لي 3 لان لاحظت ان الثابت كله متساوي اذا هنا بيكون نوع التغير تغير طردي بذي الشكل خلص من الجدول الأول اللي نشوف جدول ثاني لما يعطيني هذه الجدول قيم لX وقيم لY أي أجرب هل هذه طردي ولا لا الطردي عندي عرفنا أن K تساوي Y على X أي أجرب 2 على 8 وهو عبارة عن 1 على 4 زين خلني أشيك 4 على 4 يعطيني واحد هل واحد على أربعة نفس الثابت لما أنا أقول أربعة على أربعة يعطيني واحد طبعا لا حتى لو جربت آخر الثالثة سالب ثمانية على سالب اثنين بيعطيني أربعة وبلاحظ هنا أن جميع الثوابت اللي عندي من حاصل القسمة مختلفة إذا هذا التغير ليس تغير طردي زين خلني أجرب التغير العكسي العكسي يقول لي الثابت يساوي إكس ضرب الواي يقول ثمانية في اثنين يعطيني 16 4 في 4 يعطيني 16 كذلك سالب 2 في سالب 8 بيعطيني 16 سالب 8 في سالب 2 يعطيني 16 بلاحظ معاكم ان جميع القيم عندي الناتج الثابت اللي عندي متساوية اذا هذه النوع من التغير هو التغير العكسي اني ننتقل الى اخر جدول عندي قيم لإكس وقيم لواي اني نجرب اللي هو الطردي قلنا الثابت هو واي على اكس فبجرب اربعة على اثنين يساوي اثنين تسعة على ثلاثة يعطيني ثلاثة هل الاثنين والثلاثة متساويين؟ طبعا لا اذا هذا النوع من التغير ليس بتغير طردي اي اجرب التغير العكسي اي اقول الثابت يساوي اكس في واي اثنين في أربعة يعطيني ثمانية ثلاثة في تسعة يعطيني سبعة وعشرين بلاحظ أن الثابت عندي في الحالتين بعد مختلف إذا هو ليس تغير طردي ولا تغير عكسي إذا باكتب هو غير ذلك وبذي الشكل خلصت من العلاقات اللي عندي الجداول اللي كانت عندي وحددت من التغير الطردي وشنو حدد التغير العكسي او غير ذلك وبذي الشكل خلصنا من التمرين وخلصنا من درس اليوم وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق